عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده مع بعض نعمل البسكوت الجميل ده، بسكوت النشادر، بطريقه سهله وبطريقه بسيطه ومكونات بسيطه خالص وكلها موجوده في البيت. تابعوا معانا الفيديو. باي باي. اهلا بيكم. تعالوا النهارده نشوف المكونات بتاعتنا بتاعت البسكوت بتاع النشادر. معانا كيلو من الدقيق، معانا رشه ملح ذره خفيفه، معانا معلقه صغيره بيكنج باودر، يبقى كيلو دقيق، ذره ملح، معلقه صغيره بيكنج باودر، معانا 5 بيضات، معانا 2 كوباية من السكر، معانا 1.5 كوباية من السمنه، كوبايه تكون مش ممسوحه يعني مش مليانه. معانا هنا 1/2 معلقه من الفانيليا السايله، هناخد معلقة من النشادر عشان احنا البسكوت اللي احنا نعمله من النشادر، وهناخد معانا 1/2 كوباية من اللبن الدافي علشان نحط فيها النشادر وندورها فيها. نرجع مع بعض تاني المكونات. معانا 2 دقيق، معانا ذرة ملح، معانا معلقة صغيرة بيكنج باودر، 5 بيضات، 1.5 كوباية سمنة، 2 كوباية من السكر المطحون والمنخول. مهم جدا ان احنا نطحن السكر علشان ساعات كتير بيبقى فيه حاجات مش كويسه، فلازم نطحنه كويس وكمان عشان ما يضايقناش في العجينه. معانا 1/2 معلقه كبيره من الفانيليا السايله، لو ما فيش الفانيليا السايله نحط 2 كيسين من الفانيليا العاديه، ومعانا معلقه كبيره ممسوحه من النشادر، وزي ما قلنا هناخد 1/2 كوباية من اللبن الدافي ونشوف العجينة هتحتاج تاني ولا لا. تعال نبتدي مع بعض. اول حاجة هنعملها ان احنا هناخد المكونات الجافة ونجمعها مع بعض. كيلو دقيق هنحط عليه المعلقة الصغيرة من البيكنج باودر وذرة الملح، طبعا هنقلب الكلام ده كويس جدا مع بعض. اول حاجة هنعملها. تاني حاجة هنعملها هنجيب العجان، الكلام ده بقى كده بقى على جنب. هحط ايه بقى في العجان؟ هحط السكر 2 كوباية، 2 كوباية مش مليانين يعني ممسوحين، ومعايا 1.5 كوباية من السمنه، والسمنه برضو قلنا الكوبايه مش مليانه على الاخر، يا دوب ايه يعني متساويه السطح بتاعها كده. انا هنزل السمنه وارجع لكم. انا هنا حطيت السمنه مع السكر وهبتدي اضربهم بالعجان، هبتدي اضربهم وافضل اضرب فيهم لغايه ما يتحولوا لقوام كريمي ولونهم يفتح خالص. عايزه اقول لكم حاجه تاني، احنا قلنا هنا 1.5 كوباية من السمنه، اللي حابب يزود يخليهم 2 كوباية، المهم ان هما يكونوا 2 كوباية ممسوحين. انا هنا حطيت 1.5 كوباية. فهنشغل بقى العجان. هشغل العجان علشان الصوت ما يمشكوش وارجع لكم تاني. زي ما قلت لكم هنا انا هفضل اضرب السكر بالسمنه لغايه ما لونهم يفتح خالص. وعايزه اقول لكم على حاجه تاني، ثانية واحدة، عايزة اقول لكم على حاجة تاني مهمة. السمنة قبل ما نشتغل بيها لو احنا في الصيف هنحطها 10 دقايق في التلاجة ونشتغل بيها، لو احنا في الجو ساقع وفي الشتاء هنشتغل بيها على طول. تمام؟ فانا هضرب لغاية ما لونهم يفتح وارجع. شايفين معايا هنا لون السمنة ابتدى يفتح، انا ابتديت اشغل على سرعة هادية الأول وبعدين ابتديت أسرع. أول ما هوصل للقوام الكريمي اللي أنا عايزاه هرجع لكم. أنا هنا ضربت بس لسه طبعا ما وصلتش للقوام اللي أنا عايزاه، بس عايزة أقول لكم إن إحنا كل شوية ننزل كل اللي على الجناب دون علشان يبقى كله اتخلط معانا. بصوا اللون افتح إزاي. هبتدي أكمل ضرب لغاية ما أوصل للقوام الكريمي أكتر وأرجع لكم.
انا هنا ضربت السمنه والسكر لغايه ما لونهم افتح وقوامهم بقى هش اهو. هبتدي بقى انزل بالبيض اللي عندي، الخمس بيضات، بس مش هنزل بيهم كلهم مره واحده، هبتدي انزل بيهم بيضه بيضه او بيضتين بيضتين. ننزل كده مع بعض البيض، ادي واحده نضربها لغايه ما تختفي ونرجع نحط البيضه الثانيه. نبتدي انزل بالبيضه الثانيه، يعني بيضه بيضه او بيضتين بيضتين، مش يعني المهم ما نحطهمش كلهم مره واحده. كمل ضرب ومعايا اخر بيضتين اهم. وابتدي انزل بيه نص معلقه الفانيليا السايله، او لو ما فيش فانيليا سايله هنحط كيسين من الفانيليا البودره العاديه. هكمل ضرب وارجع لكم. وهنا انا خلصت خلط البيض مع السكر مع السمنه مع الفانيليا، ضربتهم، بصوا شايفين لغايه ما بقى قوامهم ناعم خالص ازاي. هبتدي بقى افك العجين ونرجع نشوف هنحط ايه دلوقتي. ورجعنا لكم هنا بعد ما خلطنا كل المكونات اللي هي البيض والسمن والسكر والفانيليا، شايفين القوام عامل ازاي. هبتدي بقى انزل بيه الدقيق بتاعي، برضو مش هنزل بيه الدقيق، احنا برضو حطينا عليه ذرة الملح ومعلقة صغيرة البيكنج باودر. هبتدي انزل بقى على الخليط بتاعي دوت، هنخل الدقيق وهنزل حبة حبة على الخليط السائل بتاعي وابتدي اقلب شوية شوية، وابتدي اقلب اقلب بالراحة علشان ما اخرجش الهواء اللي انا دخلته. تمام، ياخد شوية تاني من الدقيق وابتدي انخل. هكرر الموضوع ده لغاية ما اخلص كمية الدقيق اللي عندي وارجع لكم. زي ما انتم شايفين انا دخلت الدقيق كله في الخليط السايل وبقيت اقلب بالمعلقه كده. هبتدي بقى اعمل ايه؟ معايا هنا نص كوبايه لبن دافيه دافيه مش سخنه، وهبتدي اخد معلقه ممسوحه من النشادر. ممسوحه يعني ايه؟ يعني اقوم مليناها وابتدي اعمل بايدي كده اساوي السطح بتاع المعلقه. تمام، وابتدي احطها على اللبن، بس اقرب الطبق ده كده علشان هيحصل فورا. هنزل بالنشادر وابتدي اقلب تفور لفوق. هبتدي انزل بيها على البسكوت بتاعي، اقلب كويس، وهبتدي مش هعجن بقى بايدي انا، يعني مش هعجن عجن، انا هبتدي الف العجين بتاعي بايديا كده. تمام، هي نص كوبايه، وهنشوف العجين بتاعنا هيحتاج تاني ولا لا. فانا الحركه اللي انا بعملها دي اهو، انا بلف العجين، ما بعجنش بايديا جامد. تمام، شايفين انا كل ما بلفها كده اهو، بصوا بتلم ازاي وبتسيب من الطبق اهو. انا ما بعجنش، بلف بايديا كده حركه دائريه. تمام، هبتدي بقى اجهز المكنه بتاعتي وارجع. طيب انا هنا حاسه ان العجينه لسه بتلزق فيكي شويه، معايا معلقه دقيق، نبتدي نحطها كده ونبتدي
نلف العجين تاني لغايه ما ايدي تنضف خالص. بص شوف برضو هلف كده لغايه ما العجين بتاعي يختفي، ونرجع مع بعض نشوف شكله عامل ازاي. يبقى نرجع تاني ونقول لو انا حاسه ان العجينه لسه بتلزق في ايدي احط معلقه دقيق واعمل الحركه الدائريه اللي احنا بنعملها دي لغايه ما العجينه تلم معايا. لو انا حاسه ان العجينه لسه مفروله احط معلقه صغيره من اللبن. بص العجينه معايا طريه وناعمه ازاي. ابتدي بقى اجهز المكنه ونرجع مع بعض. انا هنا معايا المكنه بتاعتي ثبتها، ودي الوشوش بتاعت البسكوت اللي جايه معاها. هبتدي بقى ادخل الوش. هبتدي بقى اخد جزء من العجينه بتاعتي واحطه في المكنه، وابتدي الف. زي ما انتم شايفين اهو البسكوت بتاعي بينزل، احاول اخليه كله طول بعض. تمام، هكمل باقي الصاج وارجع. زي ما انتم شايفين انا خلصت اهو اول صاج، هكمل بقيه الكميه من الاشكال الثانيه بتاعه اللي بتيجي مع المكنه. هخلص الكميه كلها وارجع. انا هنا خلصت الكميه اللي معايا، تعالوا مع بعض نشوف الاشكال اللي احنا عملناها. ده الشكل الاولاني، وده الشكل الثاني، وده الشكل الثالث، وده الشكل الرابع. انا مسخنه الفرن بتاعتي على درجه حراره 180 من 10 دقائق كده. هبتدي اسوي فيها البسكوت لما ياخد لون من تحت ذهبي، وبرده ياخد لون من فوق. لو الفرن عندك بتسوي تحت بس كويس، يبقى في اخر 10 دقائق هنبتدي نولع الشوايه بحيث اللي من فوق كمان ياخد لون. فانا هسوي البسكوت وارجع لكم. حاجة لازم نخلي بالنا منها، ان احنا لما نيجي نرص البسكوت في الصينية او في الصاج بتاعي نخلي مسافة بينه ما بين كل بسكوتة والتانية، علشان هو في بيكنج باودر وفي النشادر، ف يعني ممكن ينفش شوية ويعلى شوية. تمام، وادي البسكوت بتاعنا بعد ما خرج من الفرن. انا عندي الفرن بتساوي كويس من تحت، فاديته فتحت الشوايه دقيقتين بس، اخلي بالي كويس قوي وانا فاتح الشوايه لان هو ما بياخدش وقت عشان يحمر. يا دوب بس شغلت الشوايه اخد لون. تعالوا نشوف التسويه بتاعته من فوق ومن تحت. بص البسكوتيه بتاعتي خفيفه خالص، بصوا مستويه من فوق ولونها حلو قوي من تحت. طبعا احنا مش هنحركه من الصاج خالص غير بعد ما يبرد. بصوا ما لزقش ولا حاجه، لونه من فوق ولونه من تحت. تعالوا نفتح واحده مع بعض ونشوفها. بصوا من جوه عامله ازاي، خفيفه قوي وطريقه يعني مقهشه جدا. هقدمه في الطبق. طبعا احنا هنسيبه لما يبرد خالص، وعلشان ما يترش مننا ويبقى مش حلو، احنا هنجيب علبة تكون بتتقفل كويس قوي، ونحط فيها كيس بلاستيك من تحت، ونرص الطبقات بتاعت البسكوت بتاعتي، ونقفل العلبة كويس، او علبة صفيحة او حلة لو احنا ما عندناش علبة بلاستيك او علبة صفيحة تشيل الكمية بتاعتها، حلة وهنحط فيها برضو كيس بلاستيك، ونرص الطبقات بتاعت البسكوت بتاعنا. وبكده نكون عملنا البسكوت، بسكوت النشادر، بطريقة سهلة وطريقة بسيطة. 5 بيضات وكيلو دقيق، عملنا بيهم بسكوت نشادر طعمه حلو قوي وريحته جميلة جدا، وطريقته سهلة قوي. جربوه واتمنى يعجبكم، واستنونا فيديوهات جديدة. ما تنسوش اللايك والشير والكومنت. باي باي.